يمارس رجال القبائل في اليمن ضغطا على الحكومة من خلال القيام بأعمال عنف وتفجيرات للعديد من خطوط النفط الرئيسية في البلاد، وذلك من أجل تسلمهم الملف الأمني لمدنهم من الجيش والحصول على وظائف في الدولة والإفراج عن سجنائهم. في خضم الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن، فجر رجال قبائل خط أنابيب النفط الرئيسي في اليمن، وأعلن المسؤولون أن إصلاحه واستئناف ضخ النفط الخام سيستغرق عدة أيام. ووقع الهجوم بمنطقة وادي عبيدة في محافظة مأرب المنتجة للنفط بوسط البلاد، ما أدى إلى توقف إمدادات الخام من حقول مأرب إلى مرفأ رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر. كما سيطر رجال قبائل على مبنى تابع لوزارة النفط في محافظة حضرموت بشرق اليمن، وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر قبلية موالية للحكومة تسعى لاستعادة السيطرة عليه. وجاء تحرك رجال القبائل السيطرة على المبنى عقب مقتل زعيم قبلي في وقت سابق هذا الشهر في اشتباكات عند نقطة تفتيش تابعة للجيش بعد رفض أفراد حرسه الخاص تسليم أسلحتهم للجنود. وتشمل مطالب رجال القبائل تسليم الجنود الذين قتلوا الزعيم القبلي سعيد بن حبريش والانسحاب الكامل للجيش من حضرموت وتوفير المزيد من الوظائف للسكان المحليين.